اول واحدة عايزة من استفندي هي آية، بتقول انا عايزة استفندية بتاعتي. حاضر يا لو عشان انت بتحبينا جدا ده تاخدي اتنين مش واحدة، ونسمة كان بتقول لك انا ماليش دعوة عايزة الاستفندي بتاعي. ومحمد علاء كمان احنا كمان بنحبك جدا يا محمد بنشكرك. وايمن جد يا ايمن انا نيفين يا ايمن، تقول يا ايناس انا نيفين بقولك. ده انا كمان اتفضلت شوية. ليه؟ معرفش. يعني ايه؟ قولي اسمك على الهوا كده. انا بسم الله الرحمن الرحيم نيفين محمود. السنجوبه يا جماعه ما حدش يغلط فيها وما حدش يتلخبط فيها يا جماعه. يعني كده احنا عندنا كام سنجوبه في الاذاعه دي؟ انا عارفه. طيب تعالى نمسك كده بسرعه جدا برضو على الفان بيج اللي وحشنا جدا خصوصا في الجمعه والسبت، لكن دايما منورين البيج بتاعتهم مطرحهم وبيتهم السعيد. انسى طريق مع تي ديتا بالعربي بفرانكو عربي. يا جماعه اي حد على الفان بيج او اي حد في العربيه او في الشغل او في البيت، انت ليك عندنا يستفندي وموز، اي حد دلوقتي اختاره. يا ده يا ده بعتوا لنا مسدجز على 1 2 7. طيب محمد احمد برضو عايز يستفندي ويمسي علينا. مساء الفل يا محمد، انت اللي منور. في داليا نجم بقى تقول الله انا بموت في الاستفندي، عايزه حبه. وكيس كبير عامه ويكفينا كلنا. يكفينا كلنا. الولد الشاي احمد حسن، ايه ده هو غير بروفايل بيكتشر؟ طب كويس والله، كاتب ما يستاهلوش على كبير. حطيتها قبل كده تقريبا. والله اول مره شفت. مساء الفل عليه وعلى احمد محمد ابراهيم. بيقول لك عايز من ده حزومبل. حاضر. طيب في كمان ياسر سعيد خطاب، مساء الفل. ياسر طبعا الشاعر مستمعنا العزيز، بتهيألي كاتب لنا برضو حاجه ممكن نرجع نقراها بس بعد الفصل. ده كاتب شعر وحاطط صورتك. ايه ده بجد؟ ايه ده؟ بجد ايه؟ بنشكرك جدا يا ياسر منورنا. ياسر في كمان بوسي حسن بتقول مسا دافي عليكم. يا سلام جميل. اعز الناس كمان مساء الفل. ايه الاسم اللي بعديه بقى؟ مش عارفه اول مره. سانتا؟ 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 يعني ايه؟ لا سانتا دي فيه. مالا سانتا. هي بتقول يا ريت تسلموني على حبيبي وخطيبي محمد علي حامد اللي دايما مزعلاه. طب ليه مزعلاه؟ مش عارف. وسلام على المنوفيه خاصه وشبرا خلفون وكفر مناهله. هي ليه الاسامي كلها عندك صعبه كده يا حبيبتي؟ بس عليكي وعلى اهل المنوفيه وكل المحافظات اللي بيسمعونا. كل اللي بيسمعونا اصلي، وطبعا فوق اخر اغنيه جديده ليه اسمها كل واحد اصلي بيسمعنا انت ليك عندي واستفندي، وتعالوا خدوه بقى يا جماعه. يلا نسمع فوق شو، هنرجع نبتدي معاكم انسى الطريق مع تي ديتا. يا ترى هنتكلم على مين النهارده؟ بنتكلم على شخصيه مصريه. خمن كده. انا خمني. لا مش انت. مش انت اللي سمعنا دلوقتي في العربية. شخصية مؤثرة جدا جدا ويعني خير فعلا مؤثرة. يلا 1 2 7. بحبك بالمصري مع نيفين محمود ومحمد سويلم، وانسى الطريق مع تي ديتا على ميجا اف ام. مجدي كاتب بيقول الشمس اخيرا مساء اليوستفندي، انا بحبكم. واحنا كمان اكتر يا مجدي، بنشكرك جدا. والله يا مجدي احنا بنحبوك انت وكل الميجاويه في جميع محافظات الجمهوريه. وعشان كده كل واحد بيسمعنا دلوقتي اللي بيحب اليوستفندي يبعت لنا يقول انا عايز اليوستفندي بتاعي، واللي عايز موز معانا موز برضو يبعت لنا يقول لنا. ما تيجي نسمع برضو. انا منبهره بيك وانت النهارده صحي كده وعايش في دور الفاكهه. ده من امتى ده انا دايما بقعد اتحايل عليك. بص انا هاكل لك موزيه الصبح. انا فاهمك. انا رجعت اتمرن تاني بقى له شهر ونص. ايوه ما انا عارف، كنت وصلت الحجم الفيل الحزين زي ما انت بعد الشر عارف زي ما انت شايفين في الصور. المهم رجعت اتمرن دلوقتي ولازم بقى كمان كنت اظبط الاكل، فانا اهو بقى لي يومين ابتديت اظبط اكلي كمان مع التمرين عشان نعمل الفورمه بقى تاني. ايوه ده ما يمنعش ان انا بقالي شهر ونص بزن عليك ان انت تاكل موزاي الصبح وتكتر من الفاكهه. وانا لما لقيت الراجل ابو عربيه نقل ده عايز احييه برضه اللي هو سمعنا دلوقتي، هو بيجي من الغيط للفاكهه. طب معاه برتقال؟ اصل انا بزهق من الاستفندي بصراحه. العربيه عليها وبعدين هو ليه محوط نفسه بكميه الخصوصيه عليها دي؟ عليها برتقال وعليها استفندي وعليها موز ومعرفش ده برسيم ولا جرجير، بس في حاجات كده معايا خضرة كمان يعني. يلزمناش. فاللي عايز اي حاجه يا جماعه انا كل يوم بعدي قدام الراجل ده اشوف انتوا بس عايزين ايه واحنا تحت امركم كلنا. ماشي. في كمان حد بعت لنا مسج وهي في اولى ثانوي وبتمتحن وقاعده بتذاكر وبتسمعنا، ربنا معاكي يا رب ان شاء الله وتنجحي وتتفوقي كمان وتقفلي الامتحانات كلها. وفي كمان مسعد الاسواني بيقول بحبك وبحبكم وبسلم عليكم وعلى كل الجويه. وايه حكايه اكيد قصده فاكهه بقى. احنا النهارده عاملين اوفر على اليوستفندي. أيوة اي حد عايز ياكل يوستفندي بعد كده. انا بقول لك ايه، ما تيجي نصور مع كيس ده. ماشي اوكي. اللينك الجاي هنصور مع كيس عشان تصدقوا ان فيه يوستفندي يكفي كل المجال.
جوية. انا متأكد في حد عايزة موزة واحدة. بقولك دي اكيد بنوتة طبعا. وبعدين بقولك الموز بعد الظهر بيتخن الصبح، بس ده مكان الموز. طيب بقولك ايه، ما تيجي كده نقول لهم حاجة على شخصيتنا العظيمة اللي هي متميزة جدا. طب نديهم هنت بس ما نقولش. ما احنا هنقول هنت لو قلتي في مجالي خلاص خلصت، فما تقوليش هنت. صبر نديو ايه؟ ايه؟ لا لا. الدكتور اللي هنا بيكشف ايه؟ يا دكتور ايه؟ لا ما مش هينفعني. انا افتكرت هو بيديني بزنس. لا 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 مش وقت. طيب تعالوا نقول لهم مواليد ايه؟ قول انت عشان انا منور. انت دمرتيني خلاص. طيب انت مالكيش زفندي معايا. انا ماليش في الزفندي اصلا. الشخصيه اللي هنتكلم عنها النهارده يا جماعه مواليد 5 اغسطس 1950. طيب هو كمان من مواليد محافظه الجيزه في قريه ابو النمرس حي المنيب. ده حقيقي. هو يعني خلينا نقول ان هو اتكتب باسمه اتجاه لوحده في العلوم او التنميه البس. انا كده خلاص خلاص هنسمع. انت ولا كاني قلت حاجه؟ انسوا زي ما بتنسوا اي مذاكره، زي ما بتنسوا الاخبار كده بالظبط. يلا هنسمع وائل جسار افرح وعلي الكاسيت، خلي الناس تنبسط. صح كده. يلا بينا ابعتوا لنا على 1 2. تعالى نصور مع كيس الاستفندي. اقول لك افيه تاني اقلش بقى. افرح وعلي الكاسيت وخلي الناس تنبسط، الدنيا دي بالمصري مع نبيل محمود ومحمد سويلم، وانسى الطريق مع تي اي داتا على ميجا اف ام. يا جماعه انت صبري يا نيفو، ده انت كارثه. يا احمد الكور دي ما تسخناش على الحاجات دي، ربنا يكرمك. على فكره انا مفلتره كتير جدا على الهواء، انا لو قلشت وركزت معاكم انتوا شامين ممكن ما تسمعونيش تاني، فانا بحافظ على سوي لما بقول لك انت براحتك. قول كده اللي انت عايزاه. مش معنى الاستفندي يكفينا فتره كده. معانا. بص اقول لكم حاجه، انما ايه رايك في الاختراع اللي انا علمته لك؟ قول لهم اسمه. لا ده بهرج يعني. قول اسمه انت. لا يعني مش قصدي. خلاص عشان ما تقعدش تقفر بقى وقول عليها كده يعني. طيب عامة في حد بقاله كتير قوي بيسمعنا واول مرة تبعت رسالة وبتحبنا قوي، ده ايه بقى الاسم؟ معلش، ياسين ولا ياسنج؟ ياسنج. لا ياسنجوبة وسويلم. دي المسج ما كملتش. نمرة اخرها 582. بنرحب بيكم واحنا مبسوطين جدا ان احنا لغايه دلوقتي لسه في ناس يعني بتنضم لينا وللبرنامج. يا رب دايما ويا رب دايما تكملوا معانا يعني الحقيقه. هدى بتقول لك عايزه مزايا واستفندي وبتحبنا قوي ونفسها نفضل معاهم 24 ساعه. واحنا اكتر والله. هتستحملوا يا هدى؟ هتستحملوا 24 ساعه؟ اعتبر ده وعد، هتستحملوا فعلا. طيب نقول ايه؟ نقول بقى الشخصية. ما المفروض يكون عارف. انا عايز اقول لك ان كلهم ركزوا مع الاستفندي والموز وعينهم في الكيس بتاعنا. ما هنت صبر. ما هنت صبري والقفرز. لكن ما ركزوش في الشخصية اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة. فاحنا بما ان خلاص ده وقت الفاصل، احنا برضو مش هنقول لكم الشخصية هي مين، لكن هنقول لكم ان الشخصية دي يعني حصلت على بطولة. على بطولة لمصر سنة 1969 في ألمانيا، كان ساعتها ألمانيا الغربية. تنس الطاولة اللي هو البينج بونج. يا ترى مين؟ بنتكلم على مين النهاردة؟ فكروا كده وبعتوا لنا على 1927 7. ده حقيقي. وعلى فكرة ده كان فلاش كبير جدا على فكرة. اللي بنتكلم عنها النهاردة حصلت على بطولة مصر في تنس الطاولة لسنوات عديدة داخليا، وكمان زي ما قلنا ممثل منتخب مصر أو مثلت منتخب مصر في ألمانيا الغربية، ويعني حد كان لعيب كبير. سيبكم من الموز والسفندي، إنما بعتوا لنا على 1927 7 يا ترى الشخصية اللي بنتكلم عليها. ده حد هيكمل معايا. هو ده شيء طلعت. هو قالش مبروك. قالش مسكن يعني كمل معايا، هنخسر بعض كلنا عادي. مش اي حاجة. لا عادي سويلم. سمعيني ايه دلوقتي؟ هسمعك اعلانات عشان تطلع من صدمتك. طيب ابعتوا لنا على 1297 7 بنتكلم على مين. جبتها صح. برافو. 1 2 7. برافو برافو. دي الاء. لا ده عرفة. قلت لك بحب الموز كلموني ضروري. دي الاء. انما عرفة هو اللي عرف الاجابة. عرفة هو اللي عرف. لا مش عرفة. خلاص هنطلع فاصل بقى، خليكم معانا. طيب انا عارفه الاجابه مش عارفه. ميجا اف ام.
لو سنك من 13 ل 15 سنه ونفسك تحقق حلمك، كون فريق من 8 لعيبه واشترك في بطوله كوبا كوكا كولا المراكز الشباب. اتصل على 19393 عشان تعرف تشترك ازاي وفين. الفريق الكسبان هيسافر المانيا يتدرب في معسكر ابطال كاس العالم. كوبا كوكا كولا، كله عشان الكوره. الآن من فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية كنانة، حساب التوفير بالعملة المحلية والعملات الأجنبية بدفتر أو ببطاقة خصم فوري، يصرف العائد دوريا حسب الرغبة. فروع كنانة 34 فرع للمعاملات الإسلامية تعمل طبقا لأحكام الشريعة. للمعلومات 19380. بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. تطبق الشروط والأحكام. يلا نتقابل بالليل. أنا هطير بقى يا شباب عشان عندي برنامج. طب على مالك يا سويلة ما تجريش؟ ما تقلقش العجلة السلامة. على طول متحكم ومسيطر، متطمن وثمان، كل ما انت واثق في العجلة مع بيرلي. يعني بمناسبة الموز والاستفندي، احنا لازم نسلم، عارف على مين؟ مين؟ على ملكة الفخاخينة مريم بطاطس. لا مش مريم بطاطس طبعا، يعني انا رأيي ايمان. مريم بطاطس صورتني برضو فوق بالاستفندي، بس ايمان صبري ملكة الفخاخينة بنحييها بنمسي عليها طبعا. وكانت طبعا يعني مش ضيفة بس، لكن هي كمان نورتنا في قصة نجاح اكتر من مرة، وهي طبعا مدربة مش بس للافراد لكن كمان للشركات، شركات والشركات عالمية بره وجوه مصر وفي العالم كله. واهم حاجة من مميزاتها كتير ان هي عندها ثقة في الشعب المصري مش طبيعية، بتحب البلد دي جدا وعندها امل في المصريين كلهم. احنا كمان النهاردة شخصيتنا اللي هنتكلم عليها الساعتين اللي جايين او الساعة ونص، بما ان نص ساعة خلاص عدت بسرعة ما تسألناش ازاي يعني، لكن هنتكلم على شخصية مصرية امنت بالقوة البشرية كلها وقوة المصريين كمان. احنا قلنا لكم ان هو، يعني هو طبعا هنتكلم على شخصية الدكتور ابراهيم الفقي، ويعني نقول رائد علم التنمية البشرية. مش بس كده، هتعرفوا دلوقتي بالتفاصيل واحدة واحدة ان هو كان الفاوندر او انشا ابتكر علمين جداد باسمه هو وبس. هو من مواليد 5 اغسطس سنة 1950، وزي ما قلنا لكم هو اتولد بمحافظة الجيزة في قرية ابو النمرس حي المنيب. وهو انا ما كنتش عارفة المعلومة دي الحقيقة، بس هو حصل على بطولة مصر في تنس الطاولة لكذا سنة، ومثل مصر مع المنتخب الوطني في بطولة العالم لتنس الطاولة بألمانيا الغربية سنة 69. احلى حاجة في القصة اللي هنقول لكم عليها دلوقتي دي، ان الراجل ابتدى من تحت الصفر وعنده ثقة في نفسه وايمان في ربنا لحد ما وصل انه بقى الدكتور ابراهيم الفقي. تعالوا نبتدي مع بعض واحدة واحدة كده. عايزين نقول لكم ان الدكتور ابراهيم الفقي ابتدى يتدرج في الوظائف هنا في مصر لحد ما بقى مدير قسم في قطاع الفنادق بفندق كبير في اسكندرية، ووصل للدرجة التالتة هو عنده 25 سنة بس. بعد كده هاجر لفترة لكندا علشان يدرس هناك الإدارة، وبدأ في وظيفة بسيطة جدا وهو كان بيغسل أطباق. كمان اشتغل كحارس لمطعم وحمال للكراسي والترابيزات في فندق من الفنادق. فإحنا النهاردة بنتكلم على شخصية مش بس قالت لنا نظريات إننا ننجح إزاي، هو عاشها وجربها وابتدى زي ما سويلم كان بيقول من تحت الصفر. فإحنا بنتكلم على راجل هو عارف بالظبط قوة الكلمة وقوة الكفاح والعمل، وحاول ان هو ينقلهن على قد ما يقدر علشان يبقى كل واحد مننا هو نموذج لنجاحه هو الشخصي، وكمان كلنا مع بعض كنموذج للنجاح الشعب كله مع بعض. تيجي ننكش الجوية؟ يلا ننكش. اللي يعرف حاجة عن الديناميكية التكيف العصبي، يا لو انتم متكيفين كده من برنامج وقاعدين معانا كلنا عصبيا على نفس المستوى، ما هي ديناميكية التكيف العصبي؟ ازاي تبقى متكيف عصبيا؟ التكيف على كبير معانا هنا النهارده. طيب احنا عامه الاغنيه اللي جايه دي اكيد هتمزجكم جدا عشان نبقى كلنا على مستوى القاعده سهرانين. لكارول سماحه، علوا الراديو، خليكم معانا على ميجا اف ام وانسى الطريق مع متكيف على كبير. مع تي ديتا. تي ديتا طبعا ما تحلفش وننام. على ميجا اف ام واحد ما الحشيك والاستفندية. معلش احنا اسفين قطعنا يعني مزاجك الاستفندية. ماشي، احنا بنتكلم على دكتور ابراهيم الفقي النهاردة، وقلنا لكم طبعا ان هو سافر لفترة لكندا وابتدى هناك في وظائف بسيطة جدا، منها تنظيف الاطباق، وظيفة حارس لمطعم، وكمان حمال الكراسي والترابيزات.
فندق من فنادق. طبعا دكتور ابراهيم الفقي في احدى محاضراته كان بيحكي بقى عن تجربته وقال ان هو سافر لكندا مع مراته ما كانش يملك اي حاجه خالص واشتغل في اقل الوظائف زي ما سمعته دلوقتي في الفنادق هناك بالرغم من ان هو كان ناجح هنا في مصر قبل ما يسافر ولكن هو لما سافر كندا حب ان هو يبتدي من الصفر ولكن ومن تحت الصفر كمان وفي وقت قصير جدا قدر ان هو يتدرج وبقى مدير اكبر الفنادق او سلسله من الفنادق في كندا كلها وكمان قدر ان هو يحصل على شهادات دوليه كتيره جدا وشهادات دكتوراه في علم التنميه البشريه وكمان قام بتاليف او ابتكر علمين جداد مسجلين باسمه وهما علم قوه الطاقه البشريه وعلم ديناميكيه التكيف العصبي وهنا بقى يجي سؤالنا كمان مره لكل المجويه الناس اللي بتحاول بقى لها سنين تتكيف مع الزحمه ومع الطرق بتاعتنا انتوا بتتكيفوا ازاي يا جماعه بجد كل واحد كده تعالوا يا لحظه صفا هو مش بس الزحمه على فكره احنا كمان بنتكيف مع الضغوط اللي احنا بنعيش فيها كل يوم وكل لحظه الحقيقه سواء في الشغل سواء حتى في البيت يعني حياتنا في مصر وفي العالم عامه في ضغوط كتير قوي بس احنا هنا في بلدنا الحقيقه احنا بنختبر في كل لحظه في حياتنا الحقيقه وعشان كده هنا بقى هنا جه دور البرنامج العظيم بتاعنا يعني انت اكيد بتاكل استفندي عشان كده بتتكيف عصبيا انا بقول بس عايزين نسال سؤال الناس ومالت ريحه الاستوديو يعني بس حلو ريحته حلو طبعا جميل طيب سؤال بقى جميل مهم معلش عشان احنا دلوقتي يعني فاهمه ده شغل طبعا ده مستقبل طبعا مستقبل امه في مستمعين مستمعين ليه امه طب يا سويلم نكمل احسن تالي تالي احنا بنتكلم على التنميه البشريه كل واحد فينا خلاص عنده خبره حياتيه صح عنده ولا عنده اخرك ايه بس فكل واحد بيتعرض لضغوط معينه ومختلفه كل واحد ليه سبل وطرق تكيف خاصه عجبتني منك سبل دي انت وانتي هي انت بتتكيف ازاي او والله انت بتنقط على نفسك انتوا بت بت استفندي ده بتنكيفهم انا بقول كده برضه انا بحب قوي الاغنيه دي بصراحه ومن الاغاني اللي بتظبط لي المود استنى بس اديلها فرصتها هي هترجع تقسم طيب. تاني دلوقتي بمناسبه بقى يعني التكيف والكيف والمزاج هتيجي له هنا جاي نسمع فيروز انت تأمرني بجد والله والله من العندي قبل من العندي نعلي المود كده مع بعض يلا بينا ماشي. بس انتوا خليكم معانا وقولوا لنا على اكتر جمله اثرت فيكم كمان وطبعا كان هو اللي بيقولها دكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه او محاضره حضرتوها له او حلقه شفتوها له ابعتوا لنا على 1927 قولوا لنا هي ايه ابعتوا لنا سويلم على ميجا فام بقول لك ايه؟ نعم ما تيجي ناخد مكالمه عشوائيه اول حد يطلع معانا نروح مناولينه واستفنديها في بقه على طول على فكره في ناس بتتفاوض مين اللي هيقشر لا فكره يعني داليا يا ناصف لو سمعنا دلوقتي اللي بمشي عليكي وببوسك وفي هبه غزاله كمان يعني كمان لو سمعاني دلوقتي انا ببوسك برضو طب يا جماعه بصوا انا اقول لكم على حاجه احنا اللي كلمنا على الهواء اصل بص خلينا نعترف بحاجه هي إيه؟ ارزل حاجه او الحاجه الوحيده الرزله في الاستفندي هي تقشيره والريحه بعد كده ريحه الاستفندي حلوه على فكره لا اللي في الايد بقى انا بالنسبه لي بتعمل لي عائق نفسي رهيب او متخلينيش متكيفه عصبيا معاه ريحته فش لا 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 ماليش مش حاسه كده لا الو الو مساء الخير مساء النور يا احمد يا حسن واول يستفنديه هنا نقي لي اكبر واحده في الكيس احنا الكتكيت احنا الكتكيت احنا الكتكيت ايه ده كتاكيت كتير قوي جبتهم منين دول؟ كتاكيت طب مساء الفل وبعلمهم الكلام كمان ده انت راجل عالمي طب مساء الفل عليك انت وكتاكيتك ازيك يا احمد؟ ازيك يا نبيل عامل ايه؟ قول لنا اسامي الكتاكيت اللي معاك بقى عشان نسلم عليهم لا 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 استنى ده انا مستني المكالمه دي من زمان طب يلا يلا نبيل محمود عامل شغل عالي على ميجا فام ربنا يخليك بصراحه على يعني كل جنجل كده بتنزليه يعني قلبي بيتخطف معاه يعني حاجه جامده منمر على الاستفنديتين مش واحده على فكره كده يعني عامله ولا برومو كمان جامد جدا بتاع افرح مع كوكا كولا
جميل جدا عجبني الجديد وكل حاجه بتنزليها يعني جامده. ربنا يخليك يا احمد. انا مبسوطه مبسوطه والله العظيم من قلبي ان مستمعينا بقوا كمان مركزين مع التفاصيل اللي هي كمان بره البرامج. وانا يعني من موقعي هذا احب ان انا احيي البرودكشن تيم بتاعنا اللي انا بشوفه كمان معاك اقوى برودكشن تيم في مصر كلها. عماد عبقرينو وماركو مراد يعني حقيقي حقيقي بشكره. ماركو كمان لا ماركو وعماد يعني على راسي من فوق. بس انا يعني كنت سمعت له حاجه بس واحده السنه دي انت عامله اكتر منه. انت جاي توقع مني. لا 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 است... بص بص اصل احنا نحب ننزل ايه يعني كل شويه كده ننزل لكم حاجه جديده. كمان يومين بالظبط ان شاء الله هتسمع حاجه في صوت ماركو مراد حاجه جامده جدا جدا جدا. طب كويس. طب بقول لك ايه اشكرك يا احمد جدا. بقول لك ايه ما تخيل سمعنا حته مع كتاكيت تاني كتاكيت. استني بقى فيروبة. ايوه انا كنت عامل لك اغنية ايام انت ما كنتش موجودة وكده. فكنت عامل اغنية اسمها فنجوبة فين. فنجوبة فين يا ولاد الحلال. طب سمعها لنا يلا. يلا سمعها. فنجوبة فين فنجوبة فين انا جبت فريس بقالي يومين دي ماتت يا عاشي. فنجوبة فين فنجوبة فين انا جبت فريسكا بقالي يومين قولي لي فين يا سمرة وانا ليك فين انا نفسي افطر واتعشى بيت بانين قولي لي فين يا سمرة وانا ليك فين انا نفسي اكل من يدك بالصلاة الزين. والله يعني باستثناء البيض يعني بس هي حلوه الاغنيه دي كانت جميله يا احمد يا حسن. يعني بشكرك يا احمد جدا والله يعني انا عايز اقول لك انا منعتز بيك جدا والله. انت وكل الاسامي وكل المجوايا يا احمد يا حسن والله العظيم حبايبنا. طب بقول لك ايه يا ايناس نانو بقى الله يسلمك سمعوها اغنيه يا ريت لو اغنيه لجورج وصف عشان هي بتحب جورج. ماشي. طيب مش عايز تقول لنا حاجه على شخصيتنا النهارده العظيمه اللي بنتكلم عليها دكتور ابراهيم الفي؟ انتوا انا هقعد اسمعكم لان يعني في شخصيات كده ما ينفعش ان احنا نتكلم عليها كلام كده عابر كده وخلاص. ماشي يعني عايزين نتكلم عليها نحضر لهم. ماشي بالظبط. طيب سلم لنا ودانك انت وما تقلقش. انا هعمل بحث كده واخش وهنزل لكم حاجات على طول. طيب ما تمشيش بايدك فاضيه خد سفنديه من الفكيزي لو سمحت. الاستفاستي بتاعك ده جامد جدا. ماشي اشكرك يا احمد. لازم تدمر اي مكالمه يعني كل ما نقول راجل ده عاقل لازم يحفظ يعني. احنا هنعالج المسائل دلوقتي بغنال فيروز هنرش كمان بعد الكلمة اللي انت قلتها دي هنرش. يعني ما علينا هنسمع دلوقتي اغنية لفيروز سمعنا خلاص. بعدك على بالي وهنرجع تاني ان شاء الله يدعونا بالسلامة. بالمصري مع نبيل محمود ومحمد سويلم ونص الطريق مع تي ديتا على ميجا اف ام. عايزين نمسي على الناس اللي سمعانا دلوقتي وبتشارك معانا بالاس ام اس. طبعا طنط كريمة مساء الفل عليك. انا مش عايز اصدمك بس انا اسمي سويلة مش بستريع. هي اكيد غلطت في الكتابة يعني. مساء الفل عليها. وعلى فكرة بقى طنط كريمة بالذات براحتها براحتها طبعا هم كلهم براحتها الليل يعني اللي تشوفيه. طيب في كمان برضو دكتور دهب بيسمعنا دلوقتي وهو بعت لنا حاجة على دكتور ابراهيم الفقي اللي بنتكلم عليه النهاردة طبعا في برنامجنا. بس هنرجع نقرا المسج بعد ما ناخد مكالمة حسن. معانا حسن دلوقتي وكتب لنا في مسج ان هو قرا الكتاب اللي اسمه مفاتيح العشرة للنجاح. طبعا اللي كان كاتب الكتاب ده هو الدكتور العظيم اللي بنتكلم عليه النهارده. ازيك يا حسن؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام. حبايبي عاملين ايه؟ ربنا يوحشني. انا بعشقكم وبسمعكم بقالي كتير. ربنا يا رب حبيبي ابو علي. بس ما كنتش بعمل كونكت معاكم في اي حاجه. ليه ما عملتش كونكت قبل كده؟ ليه ما ليه مستحمل ده كله؟ احنا بندور عليك يا راجل. معلش بقى والله يعني ضغط. بس كان تقلنا علينا. هو كان تقلنا علينا حسن. المهم يا حسن انت كنت بتقرا الدكتور ابراهيم الفقي او كنت بتتابعه باي سمعه؟ انا بصراحه يعني كنت في وقت من الاوقات كانت كل حاجه في حياتي متدمره. فكان نفسي ان انا الاقي اي حاجه مثلا تحاول تبقى قريبه من تفكيري وتشدك كده تبقى ايجابي. ان انا اقرا حاجه لابراهيم الفقي قالوا لي
يعني في طاقات ايجابيه وكده. ف قريت له كذا حاجه. زي ايه؟ زي قريت له ايه؟ يعني المهاتين العشر للنجاح، قوه الفكره. طب قول لنا اكتر فكره اثرت فيك كان كاتبها دكتور ابراهيم الفقي وحسيت ان هي اثرت في حياتك فعلا ايجابيا. بس اثرت بجد، مش مجرد كتاب وقريته مش نظريات وشكرا. يعني حاجه انت طبقتها في حياتك. اول حاجه انا طبقتها في حياتي عامه ان انا لازم ابص لكل موضوع مش من وجهه نظر انا بس. يعني في دايما ثلاث وجهات نظر، وجهه نظر انا، وجهه نظر الناس، ووجهه نظر الصح. انا دايما ابقى راسخ تفكيري، ما اخدش كل حاجه باستعجال، دايما يبقى تفكيري ايجابي مش سلبي. هي اكتر حاجه فادتني مع ابراهيم الفقي. انت شغال في مجال ايه دلوقتي ولا انت بتدرس؟ انا حاليا دلوقتي الاثنين مع بعض. يعني بتدرس ايه وبتشتغل ايه؟ طيب اوكي، انا بشتغل في مصنع رخام. تمام. بدرس دلوقتي في كليه الف سلام. حد بيجيب في سيرتك؟ لا الف سلام. اصلك بتشتغل في الرخام في البرد ده كمان يا ناصح؟ اه انا قلت لك. نعمل ايه طيب؟ يا ناصح ربنا معاك. طب بص، على المستوى المهني بقى، مش على المستوى الانساني، انت طبقت اي حاجه من اللي هو 10 مفاتيح النجاح والكتب دي طبقتها على مستوى شغلك كمان؟ انا بحاول قد ما اقدر. يعني الحاجات دي كلها تتطبق على فترات سنين، مش اللي هي فتره مش يوم وليله بالظبط. دي تتطبق يعني على مر حياتك كلها، تفضل تفكر بالتفكير ده وتحاول تنجز حاجه جديده. تعرف يا عصر، احنا مبسوطين جدا بمكالمتك والله. ربنا يخليك يا رب. انا اللي مبسوط جدا والله العظيم. وانت نورتنا ربنا يخليك. ما تطولش كتير بقى حسن، يعني خليك على طول معانا وكلمنا كده، ما تبعدش كتير. على طول معاكم ان شاء الله. حبيبي ان شاء الله تبقى انجح واحد في الدنيا كلها. ربنا يخليك. بنشكرك جدا يا حسن. عن اذنك، مع السلامه. طيب وقت بقى الايه؟ الطلعه اللبناني. اوه لا لا، المناديل البيضاء تطلع من وانت قاعد في عربيتكم كده، واي حد الدنيا لو مش بتمطر افتح الشباك، طلع ايدك من الشباك كده. ايوه، لو عايزك تطبق سقف العربيه من كتر الشوايصه. هل سقف عربيتك يستحمل؟ انا لا، انت لا، انت عندكش عربيه اصلا، ما عندكش سقف اساسا. انا ممنوع عقار. عقار عقار ولا يلا. نحن ما عندنا بنات تتوظف بشهادتها، عندنا البنت بتتدلل ويجي كل شيء لخدمتها. ده فين ده؟ ده عند عندها. ده عندهم. تعال نروح لمحمد اسكندر نشوف بيعمل ايه مع بناته. حبيبي.